عندي مغسلة عربيات في الشارع، احنا بندفع رسوم للحي وبندفع ممارسة الكهرباء، والمفروض ان الحي لو عارف ان ده غلط مش هياخد مننا الرسوم. محمد ابني مرخص من الحي وبيدفع للحي 1800 جنيه ايجار كل شهر. 20000 جنيه هو ده انا طول السنة بكسبهمش. اي قرار جديد ينزل المفروض هما اللي يجوا يعلنونا بيه، ما يبقاش احنا قاعدين شغالين وبندفع رسوم هنا ورسوم هنا ونيجي في الاخر نلاقي نفسنا واقعين في غرامه. طب احنا واقفين في الشارع عشان نجيب جنيه ولا جايين عشان ندفع؟